اوكي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Good afternoon everybody. هنبدأ ان شاء الله النهاردة ناخد يونت 8. اول حاجة هنتكلم على الجرامر. كنا خدنا قبل كده فكرة ان عندي بعض او كل حروف الجر تقريبا ما عدا حرف الجر 2. انا عندي on, in, at, under, of او off, of او off اللي هي دبل اف. لو جه بعدها الفيرب يجي بعدها الفيرب اخره اي ام جي او يجي بعدها نون. اكزامبل مثلا هقول I'm afraid. بسم الله الرحمن الرحيم. هقول I'm afraid of the dog. I'm afraid, afraid of the dog. انا خايف مثلا من الكلب. تمام، هنا of حرف جر جه بعديه نون اسم. او I'm afraid of falling. أنا خايف مثلا من السقوط أو من الفشل. I'm afraid of falling يعني هو خايف من السقوط أو الإيه؟ الفشل. يبقى هنا عندي حرف الجر اللي هو of جه بعديه verb ing أو جه بعديه noun. طيب عندي بقى بقية يعني حرف الجر طول الوحيد اللي بيجي بعديه المصدر، بس له حالات برضو ساعات بيجي بعديه الفعل آخره ing. يبقى أنا عندي to هو الوحيد اللي بيجي بعد الفعل في المصدر، هو حرف الجر الوحيد اللي بيجي بعد حرف الفعل في المصدر. وساعات برضو بيبقى كانه اي حرف زي اي حرف عادي جر عادي وبيجي بعديه فيرب اي ان جي. تمام، هنقول حالته بعدين. طيب بيقول لي بقى انا ممكن بقى لو انا عندي فيرب وزودت له اي ان جي، الفيرب ده يعتبر بعامله معامله السبجكت. معامله السبجكت يعني ايه؟ الاسم او الفاعل. يعني ممكن احطه مكان الفاعل في اول الجمله او احطه في مكان الاوبجكت في اخر الجمله. ازاي؟ يبقى ده لو انا عندي فيرب حاطط له اي ان جي هو دلوقتي يعتبر نون، وبدام هو يعتبر نون ممكن احطه في اول الجمله خالص مكان السبجكت او احطه في اخر الجمله مكان الاوبجكت. حد اكزامبل مثلا اقول ايه؟ reading is my favorite sport, is my favorite hobby, is my favorite هوبي. تمام، يعني القراءة هي هوايتي الايه المفضلة. تمام، يبقى أنا reading is my favorite hobby يعني الهواية هي هوايتي المفضلة. هنا كلمة reading جت في أول الجملة مكان السبجكت، يبقى أنا بعتبرها هنا كأنها هي ايه؟ هي السبجكت. مش حبايبي؟ طيب ممكن أقول ايه؟ playing basketball is fun. playing basketball لعب كرة السلة يعني is fun يعني شيء ايه؟ شيء ممتع، شيء جميل، شيء حلو جدا. Playing basketball is fun. طيب ممكن اقول ايه تاني؟ ممكن اقول watching TV is a waste of time. Watching TV is a waste of time. Clear؟ واضح يا حبايبي؟ انا هناك حطيت الفيرب اي ان جي مكان السبجكت. واضح تمام يا مس. تمام، طيب بيقول لي برضو انا ممكن احطها مكان الاوبجكت. يعني ايه؟ يعني مثلا اقول ايه؟ I am I'm fond of انا بحب او مغرم بي. I'm fond of swimming انا مغرم بي او بحب السباحه. I am ممكن اقول ايه؟ بلاش ايام خالص، اقول ايه؟ I like reading انا بحب القراءة. يبقى هنا reading جت مكان ايه؟ مكان الاوبجكت. تمام، she loves cooking. يبقى هنا loves cooking جت ايه؟ جت مكان الايه؟ مكان الاوبجكت. طيب بيقول لي برضو انا عندي بعض الافعال some verbs لازم بيجي بعدها verb ing زي ايه؟ some verbs are followed by verb ing زي كنا خدنا قبل كده suggest يعني اقترح، وخدنا like love like يحب وعكسها dislike يكره، خدنا love وhate love يعني يحب برضو وhate يعني يكره، وعندي كلمة prefer enjoy. كل دول يجي لو جه بعدهم verb تاني يجي بعدهم verb ing وفيرب اسمه جو. اقول لك مثلا I go swimming, I go diving, I go snorkeling.
تمام. يبقى الافعال دي يجي بعدها الفيرب اي ايميجي. يبقى تاني اعدي اللي انا قلته بسرعه، انا بقول ان كل حروف الجر ما عدا تو يجي بعدها الفيرب اي ان جي او نو. عندي الفيرب اي ان جي لو حطيت اخره، لو حطيت الفيرب اخره اي ان جي يبقى هو كده اتحول لنون. ما دام اتحول لنون ممكن احطه مكان السبجكت او احطه مكان الاوبجكت، تمام. واخر حاجه قلناها ان عندي بعض الافعال يجي بعدها الفيرب اخره اي ان جي. كده يا حبايبي واضح؟ تمام يا مس. تمام يا حبايبي. بيقول لي بقى خلي بالي برضو، انا عندي ممكن بدل ما اقول، بدل ما اقول احنا قلنا خلاص الافعال بيجي بعدها فيرب اي ان جي، بيقول لي برضو احنا كنا خدنا قبل كده ان في عندي فيرب زي فيرب ليت وفيرب تاني اسمه ميك، بيجي بعدهم الاوبجكت مفعول وبعد كده بيجي بعدهم الفعل في المصدر. ندي اكزامبل، هقول مثلا ايه my father lets me، سمح لي او خلاني go out، سمح لي بالخروج. he makes her love، خلاها تقعد تضحك او تقعد ايه مبسوطه. يبقى هنا كلمه ميك وكلمه ليت بيجي بعدهم الاوبجكت المفعول به، ممكن يبقى المفعول به ممكن يبقى ضمير او ممكن يبقى ايه اسم. هقول مثلا ايه هي ميكس ليلى لاف، شي ميكس منى كراي، تمام. يبقى ممكن اجيب بعد الفيرب ده اجيب بعديه اوبجكت وبعد الاوبجكت اجيب الفعل في المصدر. ماشي يا حبايبي. بعد كده بيفرق لي بين ثلاث كلمات اللي هي كلمه بريث، بيقول breath بس كده اللي هي اخرها تي اتش، ده النون بمعنى النفس ده اسمه كده breath. وعندي breathe ده الفيرب بمعنى يتنفس، تمام. وعندي breathing اللي هو التنفس، بحط لها اي ان جي، تمام، اللي هو برضو ايه التنفس. وانا عندي breathe الفيرب، breath النفس، وبريذنج عملية التنفس. ماشي يا حبايبي؟ كلير؟ تمام كده؟ تمام. نبدأ مع بعض، ماشي، نبدأ كده مع بعض في الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي بعد كده بيقول لي هنا ايه؟ عندي أول حاجة يونت بيتكلم فيها على الفوكابلري، بيقول هنا عندي كلمة intelligence اللي هو الذكاء نفسه، control، recycling، breathing، balance، sailor، muscles. Again يا عبد الرحمن please read. intelligence، control، recycling، breathing، balance، sailor، muscles. thank you so much. خلي بالي intelligence ده الذكاء نفسه، اما لما انا عايز اقول ان الشخص ده ذكي هقول ايه يا عبد الرحمن؟ intelligent. intelligent هشيل السي اي واحط تي بس. thank you so much يا حبيبي. عندي بعد كده nature، athlete، article، describe، enjoyable، measure، certainly، prefer، hobby، diagram. محمد. nature at th بنطقها كانها سه، كانه حرف السه زي ثعلب. athlete yes. article describe describe yes. enjoyable yes measure certainly prefer hobby yes diagram thank you so much. عندي بعد كده physical exercise، washing up، bake، ways، kind، sale، environment، expert، language، feelings. يوسف. Physical exercise. يلا يوسف. Physical exercise. Physical. Yes. Exercise. Washing up. Bake. تمام. Bake. Yes. Good. Wise. Wait. Kind. Fine. Sire. Seal. Seal. Clear. Environment. تمام. Expert. Expert. Bravo. Language
language feeling. Feeling. Thank you so much يا حبيبي. برافو عليك يا اسف. عندي اخر حاجه جايب لي بقى ايه الميننج بتاع بعض او الديفينيشنز بتاع بعض الكلمات. Balance. Balance بيقول معناها ability to stand move without falling, ان انت توازن نفسك من غير ما تقع. Ability to stand or move without falling. Sailor. Someone who sailed on boats or ships. اللي هو البحار. Control. جاي منها كلمة remote control. حتى احنا بنقولها بالعربي remote control. اللي هو التحكم عن بعد. To make someone or something do what you want. تخلي شخص او شيء يعمل اللي انت عايزه. تمام؟ عندي بعد كده جايب لي verbs. Draw, drawn. Stand, stood. Lie, lay, lane. Ride, rode, ridden. بعد كده جايب لي الكلمة والأوبس بتاعها. Up, down. Intelligent, stupid. Certain, uncertain. Useful. أي كلمة آخرها full, الأوبس بتاعها آخره less. Useless. Useful, useless. زي مثلا برضو كلمة إيه helpful, helpless. Okay. جاي بعد كده prepositions. خلي بالي من prepositions. لما أقول I have a problem with my computer, أنا عندي مشكلة مع الكمبيوتر. I have a problem with my sister, معايا مشكلة عندي مشكلة مع أختي مثلا. In different ways. Sail on a ship أو sail on a boat. Protect from. أقول مثلا I wear sunscreen to protect my skin from the sun. I wear sunscreen. أنا بحط sunscreen to protect my skin from a from the sun عشان احمي جلدي من الشمس. Stand still. هنا still معناها ما بيتحركش ثابت. Work with. In fact. Thank for. Refer to. Fall down. The best way for. How intelligent are you? Lying in bed. لو حد ربنا يعافينا رب تعبان او حاجه فبقول هيز لاينج ان بيت او حد مثلا بيستريح او بيمدد هقول برضو ان هو ايه لاينج ان بيت. خلي بالي هنا ريدي فور جاي بعد فور ايه ها جاي بعدها ايه نون او فيرب اي ان جي. اما ريدي تو جاي بعدها انفينيتيف اللي هو المصدر. يعني ممكن اقول ايه ام ريدي فور ذا اكزام انا مستعده للامتحان او ام ريدي تو تيك ذا اكزام. ماشي حبايبي. نيكست. Learn by drawing. هنا برضو by حرف جر preposition جاي بعد الفيرب اخره ing. Do physical exercise او do exercise يقوم او يعمل تمارين رياضية. Do amazing things. Learn best by. Find it easy to. Feel ill. It's difficult to. Do tests. معناه ان هو يحل امتحان. That's right. الكلام ده مظبوط. Clear. نبدأ بقى. يلا يا زياد please read. How intelligent are you? Being very intelligent can help people to do amazing things. But what makes people intelligent? Albert Einstein was a great scientist, but in fact, certainly wasn't good at reading. Experts now think that people in fact he had problems with reading. هو بالرغم إنه كان عالم عبقري بس كان عنده had problems with reading. كان عنده مشاكل في القراءة. سبحان الله. He certainly wasn't good at everything. مفيش حد كامل في كل حاجة، مفيش حد شاطر في كل حاجة. أكيد في حاجة فيها دروب أو فيها حاجة أنت مش إيه مش مركز فيها أو أنت مش فاهمها. فسبحان الله حتى ألبرت أينشتاين اللي هو المفروض إن هو a great scientist كان في حاجات هو مش شاطر فيها. Continue. Experts. كمل يا زياد. Experts now think that people can be intelligent in many different ways. For example, you might be intelligent because you are good at languages, math, or music. تمام. Or music, تمام. Some people are intelligent because they are very good in controlling their bodies. At control. خلي بالي يا زياد. Good at controlling. Good at, شاطر فيه. Good at math. Good at English. تمام يا حبيبي. Good at controlling their bodies. Athletes have this kind of intelligence and they can control their muscles, breathing, muscles, breathing, and yes. Balance. And balance. Very well. Other people understand people's feelings. Why? يعني مثلا في ناس تانية ممكن تفهم مشاعر اللي قدامك، تراعي مشاعر اللي قدامها، بتفهم اللي قدامها ده زعلان أو فرحان. سبحان الله حاجة من عند ربنا. Yes, continue. Why others might be intelligent because they understand animals and nature.
Sailors have an intelligence that makes them good at finding their way across seas or up and down rivers. تمام thank you so much. هنا بيقول لك حتى سبحان الله سيلرز برضو بيقدروا يعني مش اي حد مثلا لو دخل الميه يعرف يمشي يمين ولا يمشي شمال، فهم السيلرز عندهم الذكاء ده سبحان الله. ونفس الكلام لو هم ايه سواء في سي او سواء في ريفر. اخر باراجراف كمل معلش يا زياد. If people If people are intelligent in different ways, it means that they will probably learn things in different ways. Writing words on paper helps some people to learn things. Others prefer to learn by drawing pictures or diagrams. Moving or physical exercise helps some people while others learn best by working with other people. تمام ثانك يو سو ماتش. يعني هي بيقول لي ان في ناس لما مثلا تيجي تحفظ الكلمات الانجليش تقوم كاتبه ماسكه ورقه قلم وتحفظ، في ناس بترسم او تعمل بيكتشرز او تعمل دايجرامز، في ناس ثانيه ممكن تحفظ او هي بتعمل بتلعب كوره مثلا او ايه بتلعب بتعمل اكسرسايز معين. فكل واحد ربنا خلقه مختلف عن الثاني وحتى في الذكاء مختلف عن الثاني. هنا بيقول لي لو انا ممكن ان انا ابدا الجمله بفيرب اي ان جي وبعديه الادجكتيف، هقول مثلا being very intelligent can help people do amazing things. عندي بعد كده بيقول لي ان كلمه ميك وقلنا ليت ممكن يجي بعدهم الفعل المفعول به او الاوبجكت وبعدين الفعل في المصدر. طيب في حاله ثانيه الميك بيقول لي ان ممكن بعد ميك اجيب برضو الاوبجكت وبعد كده اجيب ايه الادجكتيف. يعني ايه؟ اقول مثلا هي ميكس مي هابي، بدل ما اقول هي ميكس مي لاف ممكن اقول هي ميكس مي هابي، خلاني سعيده. يبقى انا وانا كده بذاكر اقول هي ميكس مي هابي، هي ميكس مي لاف، هي ميكس مي ساد، هي ميكس مي كراي. يبقى ممكن اجيب بعد ميك object وبعد كده يا اما فيرب في المصدر يا اما صفه. اتكلمنا عن الفرق بين الثلاث كلمات دولت. نبص بقى الكويستشنز. يلا عبد الرحمن ستارت. نمبر 1 are people yes are people who work on boats or ships sailors. تمام sailors دول الناس اللي بتشتغل في البوتس او في الشيبس. اللي بعدها حبيبي محمد. نعم means the ability to stand or move without falling. بتقف من غير ما تقع. ده اسمه ايه يا حبيبي؟ عندي giving out carbon. استنى يا يوسف استنى يا يوسف. انت ما هو لسه ما قالش. انت قلت ايه يا محمد؟ breathing. لا يا حبيبي اسمها balance اللي هو التوازن. توازن انا بقف من غير ايه ما اقع. يعني مثلا احافظ على توازني امشي او اتحرك من غير ما اسمها البالانس. نمبر 3 يا يوسف. taking oxygen oxygen and give out carbon dioxide. dioxide yes ده اسمه ايه؟ breathing اللي هو التنفس. very good زياد. old people old people can be give new paper to be used. Old paper can be recycled. Recycled تمام. يعني بيتم إعادة تدويرها يعني. Number 5 عبد الرحمن. If you have an you can do things that other can't do easily. Intelligence. If you have intelligence ممكن تقدر تفهم الناس بكل you can do things that others can't do is. اللي بعدها عبد الرحمن محمد. number 1 is to do with your body. with to do with your body حاجه بتعملها بجسمك دي اسمها ايه؟ ها social medical physical local حاجه بعملها بجسمي يبقى دي اسمها ايه؟ طيب هنترجمه. social يعني اجتماعي، medical جاي من medicine يعني طبي، physical جاي من الجسم اللي هو الجسدي او بدني، واخر حاجه local يعني محلي. سي سي اللي هي physical البي اتش انا منطقه كانها فيه، يبقى physical معناها to do something with your body بتعمل حاجه باستخدام جسمك. next اللي بعدها يوسف. number 2 Albert. Yes. About in Einstein. Einstein.
had. He had. Had problems. Yes. Reading. Had problems. لا. Problem. From reading. With reading. Problem with reading. لو انت كنت مركز في البريبوزيشن تفتكرها. He had some problems with reading. كان عنده مشاكل في القرايه. ما كانش بيعرف يقرا كويس. تمام؟ اللي بعدها زياد. Number three. Some people prefer to learn by drawing pictures of or diagrams. Or ايه؟ Diagrams. Diagrams. تمام. بيحبوا يعملوا pictures او diagrams اشكال. عبد الرحمن. Athletes have fantastic over their muscles, breathing and balance. Balance control. Yes, have fantastic control. Next, you need strong. You need strong to be good at most sports. تمام. You need strong. Physical. Physical. You need strong. لا مش physical. مش physical لا. أنت محتاج إيه to be good at most sports عشان يبقى كويس أو شاطر في بقية الرياضة. ما انت محتاج ايه؟ عضلات. عضلات يعني ايه؟ musicals muscles. لا دي مش musical. muscles muscles حرف السين مش بنطق. muscles معناها عضلات. تمام؟ next being يوسف being yes very can help you do amazing things. Being very Eva. Controlling. No. يبقى خليك تعمل حاجة سهلة أو تعمل حاجة بسهولة دي اسمها إن أنت إيه؟ Being very intelligent. Being intelligent can make you do things or do amazing things. بيساعدك إن أنت تعمل أشياء رائعة أو أشياء مدهشة. Number seven يا زياد. I have read an about the issue of smoking in a magazine. A book. I've read a book about طيب هو بيقول لك في المجازين. Article. Article اللي هي مقال. يبقى انا قريت مقاله في المجال. Next. عبد الرحمن. Are you ready? Helping me. To. طب احنا قلنا to بيجي بعدها الفعل اخره ing. لا. طيب تبقى قلنا ريدي لكن يبقى ريدي 2 او ريدي 4 هنا بدل من الفيرب اي ان جي بقول ريدي 4 helping me. Thank you so much. Next يا محمد. Number 9 he found a good not to solve the problem. Yes, he found a good ايه بقى good easy good road. لا كلمة route أو route ورود نفس معنى طريق تقريبا اللي هو الطريق بس الطريق بيمشي عليه. احنا هنا عايزين طريقة نحل بقى المشكلة. way ولا street؟ way. way يبقى احنا هنا he found a good way طريقة كويسة هنا معناها طريقة مش طريق طريقة to solve the problem. next number 10 يا يوسف. The good driving driver has why way easily in big easily in big a good driver بيعرف يلاقي طريق أو بيعرف يمشي كويس في big cities. يبقى أقول إيه؟ helps. لا مش helps. throws driver find his way. Find his way يعني يجد طريقه. Find his way. تمام؟ Next. Next. عندي بعد كده. جايب هنا بيقول لي إن أنا لما أحط الفيرب ING ما أحطش قبليه لا ولا أن ولا ذات. يعني أقول swimming, reading, writing, playing. يبقى لو أنا لو أنا جبت الفعل آخره ING كده بقى نون ما أحطش قبليه لا أي ولا أن ولا ذات. ده اللي إحنا قلناه. قلنا ممكن احط مكان السبجكت او مكان الاوبجكت او بعد حروف الجر. تمام؟ ما عدا حرف الجر تو. طيب بعد كده بيقول لي هنا الجزء الاخير ده اللي هو ايه ما قلتوش ان انا ممكن استخدمه كايه كادجكتيف. يعني ايه كادجكتيف؟ لما اقول the remaining cars
the remaining cars معناها هنا كلمة remaining بتصف cars، هنا كلمة remaining adjective. طيب the remaining cars in the showroom are expensive، يعني العربيات المتبقية في المعرض غالية جدا. Flying scissors هنا معناها الأطباق الطائرة. يبقى ممكن نستخدم الفيرب ان جي كأوبجكت وكسبجكت وكأدجكتيف. ماشي يا حبايبي؟ جايب بقى بعد الكلمات اللي هو بيجي بعدها أو بعد الفيربز بيجي بعدها فيرب ان جي زي admit, avoid, deny, dislike, enjoy, finish, keep, mind, practice, and suggest. الأفعال دي حفظ عشان لو جت عندنا نعرف نختار بعدها فيرب ان جي. جايب برضو enjoy. جايب بعض التطبيقات أو بعض التعبيرات زي ما أقول I'm busy, I am interested in, be worth, worried about, can't help, it's a waste of time. بيقول لي إن كل expressions دي بيجي بعدها verb ing. أو مثلا I can't help playing football، أنا ما بحبش لعب الكورة مثلا. I can't help watching TV، ما بحبش أتفرج على التلفزيون. It's a waste of time أو it's a waste of money. مثلا watching TV، أنا بضيع وقتي لما أتفرج على التلفزيون. Have a problem، قلنا بيجي معاها with. Have a problem with. Think for. I can't stand. Feel like. هنا verb to be، يعني ممكن تبقى am أو is or are. Be fond of. Look forward to. هنا بقى to، خلي بالي جاي بعدها verb ing. يبقى الإكسبريشن اللي اسمه look forward to بجيب بعديه verb ing. It's no good أو it's no use، برضو ما فيش فيها فايدة. Frightened of. Be keen on. وبي used to. يبقى انا عندي هنا حالتين من تو، اللي هي كلمه look forward to بيجي بعدها verb ing، وعندي حاله be used to برضو بيجي بعدها الفعل اخره ing. مش يا حبايبي؟ اي تو ثانيه بيجي بعدها الفعل في المصدر. نشوف الكوشنز اللي عندي هنا. هنا جايب لي ان الفيرب اخره اي ان جي، بيقول لي ازاي اعمل احط الفيرب اي ان جي. قلنا لو الفيرب عادي بحط له اي ان جي على طول، لو الفيرب اخره ايه بشيل الايه واقوم حاطه اي ان جي، ما عدا كلمه بي وكلمه سي بسيب الايه بتاعتهم زي ما هي. عندي كلمه تاي او لاي بشيل حرف الاي اي واحط واي اي ان جي. فيرب زي فيرب ران الان قبلها حرف متحرك اللي هو حرف اليو، لما اجي احط اي ان جي بزود او بضاعف حرف الان. نفس الكلام مع سويم وست، سويمينج وسيتينج. عندي برضو كلمه ترافل بضاعفها تبقى ترافلينج. سبميت سبميتينج. اوكي بس كده خلاص. بص مع بعض على الكويشنز. هنا بيقول لي ان انا ممكن ايه، بصوا على الجمله دي برضه عشان تبقوا فاهمينها. ممكن ابدا الجمله to pass the final exam is my dream، ممكن اشيل to pass واحط او ابدا الجمله بباسنج، ابداها بالايه بالفعل اخره اي ان جي. نبدا من على الدور. ابدا عبد الرحمن. نمبر 1 البرت اينشتاين هاد بروبلمز ويز كان عنده ريدنج ويز ايه ويز ريدنج. تمام فيري جود. محمد blind means that you can't see. You can't see. يبقى ايه blind؟ Being blind. تمام very good. يوسف watch television. Television. Television for a long time isn't good for you. هنا احط هنا ايه؟ Watch. Which one؟ لا مش اي، ما ينفعش اجيب. بص ما ينفعش اجيب الفيرب في الاول كده يا محمد يا يوسف الا لو انا بامرك تعمل حاجه. هنا بتكلم ان مشاهده التلفزيون بقول ايه؟ واتشنج اخرها اي ان جي. احنا سائلين الدرس النهارده يا يوسف. واتشنج اجيب الفيرب واقوم حاطه اخره اي ان جي يا حبيبي. دي الحاله الوحيده اللي بجيبها ايه؟ اجيب الفيرب اول الجمله. زياد حسن. حسن عند حمدي enjoy playing tennis. Playing tennis. Thank you so much. هنا كلمة enjoy ده verb من الأفعال اللي بيجي بعديه verb ing. Next محمد يا عبد الرحمن. I am
Fond of. Fond. I'm fond of. I'm fond of. Yes. Novels. Oh. Writing. I'm fond of writing novels. Very good. من أختار writing الآخر ينجي. محمد. It's not easy to understand people's. مين؟ في فيل فيل بيقول زي بي feelings feelings دي المشاعر feelings people's feelings مشاعر الناس. يوسف my favorite hobby is my favorite hobby yes mean swimming swimming تمام. زياد I think that recycling all things is important for the environment. Very good. Recycling all things. عبد الرحمن, Salma. Salma is good at pictures, drawing. Drawing picture. Very good. Muhammad, Yusuf. Yalla, Muhammad. Number 10, Muhammad. Yusuf is interested in computers games. Plays. Mean ya, Muhammad. C. Lay. عشان interested. طب ما لا interested ما. Interested in ايه? حرف ده ايه حرف الجر. لو انت بعد حرف الجر بجيب ايه? ها? Verb ing. طب وده verb ing? لا بلس اس يبقى فين بقى الفيرب ان جي بلاينج بلاينج شكرا يا محمد يوسف do you feel happy when you listen to music عايز نستخدم كلمه does هقول ايه does you feel طبعا ما ينفعش does you اول حاجه هقول ايه Do you feel happy when you listen to music? If does listening to music make you happy? Does listening to music? طبعا بعد كده تبقى فاهم منها. بقول does. Listening to music make you feel happy. Next. بعد زياد. يقول هنا ايه? بس ده كان يجب. It isn't. ثواني حبيبي. Yes, it isn't. It has to lie in bed for a long time. Lying for lying in bed for a long time isn't healthy. Thank you so much. You're lying in bed for a long time isn't healthy. بعد عبد الرحمن. To help others in is a great time. Helping others is a great thing. Thing. يبقى helping others. هبدأ بhelping يبقى helping others. Is a great thing and the shit she asking helping others is a great thing. اللي بعدها هنا don't bark here it's not allowed. يبقى اقول ايه? The barking here. Barking here. ماله? Not allowed. Is not allowed. Not allowed. Thank you so much. Your barking here is not allowed. يعني هو مش مسموح به ان احنا نركن في المكان ده. تمام? Next. نشوف اللي بعد كده. مين اللي عنده الدور? اللي بعد مين? Number five. My favorite hobby is to play basketball. هقول ايه? مين اللي عنده الدور يا شباب يوسف? My favorite hobby is to play basketball. يبقى أنا عايز أبدأ ببلينج باسكت بول. يبقى أقول بلينج باسكت بول إيه يوسف؟
My favorite hobby. تمام. Is my favorite. Is my favorite. Is my favorite. Is الأول. Is my favorite. Is my favorite hobby. ماشي حبيبي؟ Playing football is my favorite hobby. Next. The end. To get a medal is my dream. عامل ايه يا زياد؟ To get a medal is my dream. Oh. Getting medal is my dream. يبقى انا هشيل to get واقول بس على طول getting a medal is my dream. Very good. Hey, عبد الرحمن, it's more expensive to travel by train than by bus in England. يبقى قول ايه عبد الرحمن؟ Traveling by train is more expensive. تمام. Than تمام. By bus in England. يبقى traveling by train is more expensive than traveling by bus in England. تمام. Next. بسم الله الرحمن الرحيم. نشوف بقى general exercise هنا. يلا محمد start. What's your favorite sport? Rami. Ali and Rami. Yes. Talking about. Ali and Rami are talking about sports. Ali, what's your favorite sport? Rami. أي حاجة بقى. رامي محدد. Favorite basketball. ماشي. My favorite sport is football. My favorite. أو ممكن أقول football is my favorite sport. الاثنين صح. My favorite sport is football. اللي بعد كده. يوسف, I play it once a week. Once a week يعني بلعبها مرة في الأسبوع. يبقى أقول إيه يا يوسف؟ كم مرة بتلعبها؟ كم مرة يعني إيه؟ How many؟ لا مش how many times. How many times؟ يا إما أقول how many times يا إما أقول how often. الاثنين صح. بس how often إيه أشيك يعني بلاقيها أكتر. How often أو how many times. How often do you play it؟ أو how many times do you play it؟ تمام؟ The end. I play it once a week. Where are you? Where do you play it? تمام. Where do you play it? Thank you so much. Next. Can I come with you, عبد الرحمن؟ Yes, of course. Yes, of course. Thank you so much. Yes. وحط على كما قول of course. أو yes you can. برضو ممكن تبقى صح. مش حبيبي؟ الديالوج مفيش إجابة واحدة, ممكن أحط أكتر من إجابة وكله يبقى صح إن شاء الله. نشيل ده ونكمل الإيه اللي تشوز. هنا يبدأ. أنا ماشي. اتفضل يا حبيبي. In bed. For a long time isn't healthy. تمام. يبقى أقول إيه in bed؟ Lying. تمام. Very good. Lying in bed يعني ربنا يعافينا يا رب, لما تقعد تنام في السرير كتير ده حاجة إيه مش healthy خالص. Next, يوسف. Playing tennis is Magda's favorite sport. Very good, حبيبي. Favorite sports. Bravo, يوسف. ما شاء الله عليك. زياد. We should protect the environment from pollution. Excellent. يعني بقى protect. نحمي. لا مش protect. Protect الأولانية. يعني. يعني يتنبأ. Predict دي معناها يتنبأ. و expect يتوقع. يتوقع. تمام. Thank you so much. اللي بعدها عبد الرحمن. Does listening listening to music make. خلي بالي عشان ممكن حد يقول لي يا مس انت بتلخبطينا يا مس, مش حضرتك قايله قبل كده ان does بيجي بعد الفعل في المصدر؟ طب ايه اللي جاب هنا listening هنا فعل فعل اخره ان جي. اقول لك خلي بالك الفعل في المصدر عشان ما تلخبطوش. هنا listening to music ده مش فعل, ده كده subject. مش يا حبايبي؟ يبقى الانجليزي واحد اهو. ان does listening to music كلها على بعضها هي subject وميك الفعل في المصدر. واضح؟ عشان ما حدش يقول يا مس ازاي does وجاي بعدها verb ing. ده هبل ده ولا ايه؟ لا ده مش هبل يا حبيبي, ده الفاعل, ده subject. Next, number five. محمد صلاح showed amazing during the match. During the match. شو amazing إيه بقى؟ easy skills of course. كان عنده ما شاء الله amazing skills. next
اللي عليه الدور. يلا يا يوسف. Is he worried about? Is he worried about the exam? Exams. يبقى هقول ايه the exams؟ Passing. مين؟ ايه؟ برافو. Passing the exam. Very good يا حبيبي. يبقى انا كلمة about حرف جر جاي بعدها الفيرب اخره ing. Next. Number seven. بسم الله الرحمن الرحيم. جايب هنا الرايت مفيش 7 الحمد لله. الرايت هنا بيقول يوس ازياد do you prefer to play computer games؟ هقول هنا are you interested in playing computer games؟ ما شاء الله الله اكبر تمام. Are you interested in playing معلش اليوت اتحركت شويه playing ايه playing computer games. Thank you so much يا حبيبي. Playing computer games. وأكمل الجملة. Next. يا عبد الرحمن عايز استخدم ايه؟ Playing. هتبقى playing, playing basketball is Nora favorite sport. ما شاء الله. Playing basketball is Nora's favorite sport. Is Nora's favorite sport. هي هواية أو رياضة نوع المفضل. Next. محمد. I congratulated نوها. bought a new car. شهادة عربية جديدة. يبقى باي. لا خلي بالك بص بقى. هو باي جينا مش هبدأ الجملة بها. يبقى هقول ايه؟ I. تمام. Kong. Congratulated. Noha. Buying. لا. On buying بقى. هجيب هنا حرف الجر الأول. بقى on buying. إيه؟ Because. لا مفيش because بقى. لا شيء. A new car. On buying a new car. إن هي اشترت عربية جديدة. بخلي بالي هنا congratulate من الأفعال اللي بعدها حرف الجر اللي هو on. يبقى أقول I congratulated. Noha. On buying a new car. وده حبيبي. تمام. طيب. باراجراف عايزين باراجراف عن what makes you intelligent in your life او your favorite hobby. ممكن نتكلم عن ايه؟ لو اتكلمنا عن favorite hobby هقول my favorite hobby is ايه؟ هقول يا يوسف فوتبول. ماشي بقى اقول فوتبول is my favorite hobby. هقول بلعبها فين؟ بلعبها كم مرة في الأسبوع؟ بلعبها مع مين؟ يبقى أقول إيه مثلا؟ معايا كده؟ football is my favorite. I playing football. الأول football is my favorite sport. football هي هوايتي المفضلة. بلعبها إزاي يا يوسف أو إمتى؟ I playing football one day for months. يا نهار ابيض مره في الشهر ازاي مره في الشهر I play ممكن اقول مره في الاسبوع ماشي I play it every week مثلا every week I play it every week بلعبها مره في الاسبوع تمام هقولي كمان بلعب فين في النادي اقولي يا زياد I play it in the club تمام I play it in the club بلعب في النادي طيب ممكن اقول ايه كمان عبد الرحمن I play it with my friend تمام I play with my friends at work I play with my friends ممكن اقول ايه تاني محمد ممكن اقول sport mixed with me strong الرياضة بتخليني strong ايه كمان it gives me energy بتديني ال energy او الطاقة gives me more energy تمام ممكن اقول ايه كمان مساعات لو قلت football has
هذا جريت بلايرز اول اوفر ذا وورلد. ماشي تمام. فوتبول فيري جود. فوتبول هاز الرحمن الرحيم اكس هنا فوتبول كنترول في هاز فيموس ممكن اقول فيموس بلايرز في فيموس بلايرز اراوند ذا وورلد في جميع انحاء العالم اراوند ذا وورلد. ممكن اقول حاجه ثانيه ممكن اقول ايه I should eat healthy food طبعا عشان اعمل رياضه يبقى I should eat healthy food I should eat healthy healthy food يعني باكل المفروض اكل اكل صحي. ممكن اختم الباراجراف واقول ايه I really like football انا فعلا بحب الكرة I really like football تمام مش حبيبي خلي بالي لما اجي اكتب باراجراف بسيب الاول كده حوالي 5 سنتي او 3 سنتي عشان ابقى عارف ان ده هي بدايه الايه الباراجراف ماشي يا حبايبي كلير واضح واضح يا شباب تمام يا مس ماشي نشيل ده بقى ونشوف اللي بعد كده احنا كده خلصنا الجزء ده طيب هنقف لحد الجزء ده ان شاء الله ونكمل الكلاس الجاي في ار اف نبدا ديكتيشن